大家好，我叫雅娜，欢迎你来到轻松学汉语节目，每天二十五分钟，让你轻松学好汉语。欢迎来到 أنا يا إبراهيم والنهاردة معاكم في حلقة جديدة من البرنامج وهنتعلم مع بعض موضوع لذيذ وبسيط جدا باللغة الصينية وهو أوبرا بكين هنتعلم مع بعض يعني إيه أوبرا بكين باللغة الصينية وكمان هنتعلم حوار بسيط جدا وهو إن أنا لو عايز أتكلم مع حد من أصحابي إن إحنا نروح مع بعض أوبرا بكين هستخدم السياق ده باللغة الصينية إزاي تعالوا نعرف مع بعض الأول أوبرا بكين يعني إيه باللغة الصينية بنقول عليها باللغة الصينية تيان جو تين تي تعالوا نشوف كده كل رمز وكل مقطع من دول بيديني ايه لوحده اول حاجه كلمه تين بتيجي لوحدها بمعنى عاصمه وابسط مثال على ده لما اجي اقول باي تين باي, ديان باي ديان وقلنا كلمه باي معناها العاصمه بكين ولكن معناها الحرفي هي العاصمه الشماليه اللي هي العاصمه بكين يبقى كلمه تين تين لوحدها بتديني معنى عاصمة وكلمة جو جو لوحدها بتديني معنى تمثيلية أو مسرح أو مسرحية يبقى كلمة أوبرا بكين على بعضها بنقول عليها تين جو تين جو تين جو تعالوا نشوف مع بعض الجزء الأول في حلقة النهاردة هو أهم الكلمات اللي احنا هنحتاجها لما نيجي نتكلم عن أوبرا بكين أول كلمة معانا وهي كلمة كو 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 وكلمة قوى هي فعل بمعنى يمضي أو يقضي حاجة أو يمر بيه. ده معنى أول لكلمة قوى والمعنى التاني إن هي بتيجي بمعنى أدال الماضي يعني إيه أداة الماضي؟ يعني كلمة قوى لو جات لي بعد الفعل بتدل على إن الفعل ده جه في زمن الماضي وهناخد مع بعض مثال على ده في الحوار بتاع النهاردة الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة تين واللي احنا قلنا عليها اوبرا بكين الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه يان 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 والكلمه دي فعل بمعنى يمثل مش بس يمثل اداء مسرحي او يمثل تمثيليه او اي حاجه لا ده ممكن نيجي بصيغه ايه لما اجي اقول لشخص انت بتمثل عليا او انت شكلك كده بتمثل عليا فممكن أستخدم كلمه يان يان في كلمة تانية بتستخدم للتمثيل المسرحي أو الأداء المسرحي وهي كلمة يانسي 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 ولو أنا جيت حطيت قبل كلمة يان مقطع تاني اسمه بياو وقلت بياو يان هتكون معناها عرض أو يعرض كذا بياو يان بياو نيجي للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة هي هو يخو. والكلمة دي بتكون بمعنى بعد ذلك أو بعد كده الكلمة اللي بعدها وهي كلمة كاو سو. كاو سو. كاو سو. ودي فعل بمعنى يخبر حد بشيء يخبر حد بشيء الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة كاويا كحاويا كحاويا والكلمه دي معناها البط المشوي نخلي بالنا ان الكلمه دي باللغه الصينيه معكوسه يعني ايه يعني المقطع الاول او الرمز الاول اللي هو كا أو, او ده معناه مشوي او يشوي فعل والكلمه الثانيه او المقطع الثاني اللي هو يا يا دي معناها البط ولكن انا هعكسها يعني بط مشوي باللغه باللغه العربيه بنقولها كده بط مشوي ولكن باللغه الصينيه بنعكس بنجيب كلمه مشوي الاول هي قع وكلمه بط بعدها اللي هي يا فهتكون قع يا يا الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه ينجاي والكلمه دي فعل بمعنى يجب انت يجب عليك ان انت تعمل كذا في الحاله دي بيستخدم الفعل ينكاي الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة سيان 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 بتيجي بمعنى حسنا لو انا قلت كده بالعامية تمام فدي برضو هتديني معنى كلمة سيان سيان والرمز ده بيجي بنطق تاني وهو نطق خان خان زي ما احنا كده خدنا كلمة بنك وقلنا عليها ين خان ين خان يبقى اعرف ان الرمز ده ليه نطقين الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة يو يس يو يس يو يس يو يس كلمة يوييس موجودة هنا معناها إن هي حاجة ذو مغزى أو ذو معنى حاجة لها معنى أو حاجة ليها قيمة. فأنا بقول عليها يوويص يوص بتيجي بمعنى إيه تاني بتيجي بمعنى شيء شيق أو شيء مسلي برضو لو أنا عايز أقول خان <applause> يس الفيلم ده شيق جدا او الفيلم ده مسلي جدا فبستخدم في الحاله دي برضو كلمه يو عكسها ايه عكسها ما يو بحط اداه النفي ماي في الاول واقول ما يويس يعني حاجه ملهاش معنى او حاجه مش مسليه او حاجه مش شيقه الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه طنجان ران تان طن ران طن ران والكلمه دي معناها بالطبع او بالتاكيد زي ما بنقول برضو البعض كده اكيد اكيد فكلمه اكيد دي بنقول عليها طن جان الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه ميان تاي مين تاي مين تاي, تاي وكلمه ميان تاي بتيجي بمعنى الاطباق المشهوره مش الطبق اللي هو ال... الشيء معنى أطباق مشهورة يعني أصناف الأكل المشهورة فعشان كده لما نيجي نقول الأطباق المصرية أو الأكل المصري بنقول عليه عادي تاي عادي تاي كلمة عادي اللي احنا خدناها بمعنى مصر طب أنا لو عايز أقول الأطباق الصينية أو الأكل الصيني بقول يبقى كلمة تاي هنا المقصود بيها الاكل الطعام اللي هو الاطباق الصينيه او الاطباق المصريه او اي نوع من الاطباق او الاكل في العالم يبقى كلمه ميان تاي ميان تاي, معناها الاطباق المشهوره او انواع الطعام المشهور نيجي للكلمه اللي بعد كده وهي كلمه ش والكلمه دي تيجي بمعنى امر او شيء الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه تساي وزي ما قلنا المقصود بيها الطعام وبكده نكون انتهينا من الجزء الاول في حلقه النهارده وهو جزء الكلمات اللي احنا هنحتاجها مع بعض في الحوار اللي احنا هناخده مع بعض في الجزء الثاني في حلقه النهارده تعالوا نشوف مع بعض الحوار وكيفيه السؤال والجواب عن اوبرا بيكين. تعالوا نشوف مع بعض الجزء التاني في حلقة النهاردة وهو الحوار وكيفية السؤال والجواب عن أوبرا بيكين، ونشوف الجملة الأولى معانا، الجملة الأولى معانا هو سؤال بيقول ني كان كوا ما ني كان كوا ما خدنا أول حاجة الضمير ني وقلنا إن هو بمعنى أنت كان الفعل كان بمعنى يرى أو يشاهد وقلنا جوا جوا الأداء جوا لما بتيجي بعد الفعل بتدل على ان الفعل ده في صيغه الماضي حاجه حصلت قبل كده تين تشو معناها اوبرا بكين وقلنا ما لما بتيجي في نهايه السؤال بتحول الجمله الخبريه لاستفهامات. معنى السؤال كله ايه ني كان جوا ما يعني ايه هو انت شفت او شاهدت اوبرا بكين قبل كده نيجي نشوف الجمله اللي بعد كده بيقول مي كان جو مي كان يعني ايه مي كان كوا قلنا الاداه مي بتيجي لنفي الفعل في صيغه الماضي طب انا عرفت منين ان الفعل ده في صيغه الماضي لان هو جاي بعده الاداه قوا اللي هي بتدل على ان الفعل ده حصل في صيغه الماضي فلما اجي اقول ماي كان كوا معناها انا ما شفتش او ما شاهدتهاش قبل كده طيب ليه في علامه بسيطه كده على كلمه ماي لاني انا برضو هرجع لنقطه الاختزال او الاختصار اللي دايما بنتكلم فيها في اللغه الصينيه وان انا ممكن استخدم بس الاداه ماي هتجنيني عن الجمله كلها لو انا رديت بماي بس هيفهم برضو اللي قدامي ان انا بقول له انا ما شفتهاش قبل كده فمش شرط ان انا اقول ماي كان جوا في حاله ان انا قلت ماي بس وسكت ده صح وهيفهم ان انا ما شفتهاش او ما اتفرجتش عليها قبل كده ولو قلت مايك جوا برضو هتديني نفس المعنى الجمله اللي بعد كده وهي تين شو هان يو تين شو نقف عند الفعل تين شو احنا خدنا تين لوحدها بمعنى يسمع وشو بمعنى يتكلم او يتحدث فلما اجي اقول الفعل على بعضه تين شو تين شو معناها يقال ان كذا او أنا سمعت إن هي مسلية أو مشيقة جدا تنشو خان يو خان يعني إيه؟ أنا سمعت إنها شيقة أو مسلية جدا نيجي الجملة اللي بعد كده وخَنْ سيان كَانْ وَهَنْ سيان كَانْ نينا وخَنْ سيان كَانْ اتكلمنا عن الفعل السيان وقلنا إن ده فعل من أفعال الرغبة أو التمني في فعل الشيء لما اجي اقول لك انا نفسي اشوفها جدا وخنسيان انا نفسي جدا ان انا ايه كان اتفرج على الدين جو اتفرج على اوبرا بكين نينا وقلنا ان دي صيغه للسؤال المختصر لو عايز اقول لك وانت كمان نينا اختصارها ايه نينا نينا وانت كمان اشوف الجمله اللي بعدها بيقول لي ويا خنسيان كان ويه خنسيان كان يعني وانا كمان نفسي اشوفها جدا وقلنا ان الظرف ي بيجي بمعنى ايضا او لما اجي اقول وانا كمان وي خنسيان كان خنسيان كان يعني وانا كمان نفسي اشوفها جدا ني نعر نار يا ما ني نار يا ما خدنا مع بعض الفعل تشيتاو وقلنا ان هو معناه يعرف لما يعني اجي اقول لك ني هو انت تعرف نعر اللي هو أداة الاستفهام أين يعن وقلن وقلنا إن الفعل يعن بمعنى يمثل ما هو أنت تعرف هي بتتعرض فين أو بيمثلوها فين نجدو نعر يا ما نيجي نشوف الجملة اللي بعدها بيقول لي رمين جي تشان شان يعن رمين جي تشان تشان يعن يعني إيه نيجي نقف الاول عند كلمه جمين اول حاجه كلمه جن احنا خدنا ان هي لوحدها بتيجي بمعنى شخص طب كلمه مين بتيجي بمعنى مواطن طب كلمه جنين على بعضها بتيجي بمعنى الشعب طيب الكلمه اللي بعدها اللي هي كلمه جي تشاان جي تشاان جي تشاان كلمه جي تشاان بتيجي بمعنى مسرح فلما اجي اقول جنين جي تشاان على بعضها كده بتديني معنى مسرح الشعب تشان <applause> أن كلمه تشان <applause> دي بمعنى دايما ده دا دايما بتتعرض هناك او دايما بتتمثل هناك اللي هي أن يان تشان دايما بتتعرض في مسرح الشعب اللي احنا بنقول عليه جن مين جي تشان نيجي نشوف الجمله اللي بعدها بيقول لي مع وومن شين تي لو كان وومن شين تي كان يعني ايه مع معنى إذن خلاص تمام خلينا سينتي ليو يوم السبت لو نرجع مع بعض الايام الاسبوع وقلنا سينتي ليو معناه يوم السبت شو كان نروح نتفرج او نروح نشوف خلاص خلينا يوم السبت نروح نتفرج هاو بو هاو هاو بو هاو ولما يجي اقول لحد هاو بو هاو معناها تمام ولا ايه او تمام ولا لا كويس ولا لا نشوف الرد بيقول دان جان هاو دان ران هاو مين تيان و ماي بيو مين تيان ماي يعني ايه دان خا هاو خدنا كلمة دان جان في الكلمات بمعنى بالطبع او بالتأكيد لما اجي اقول لحد اكيد تمام دان جان هاو اكيد تمام زي ما احنا بنقولها بالعامية كده مين تيان مين تيان اللي هو بكره لو نرجع مع بعض احنا خدنا اه اه الغد وامس والكلام ده كله باللغه الصينيه فكلمه بكره قلنا عليها مين تيان و انا هروح معي بياو مع لو نفتكر مع بعض الفعل مع عي بمعنى يشتري وكلمه بياو احنا خدنا ان هي معناها التذكره فلما اجي اقول انا بكره هروح اشتري التذاكر مين تيان و تشي بياو نيجي نشوف الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها بتدخلنا في حوار تاني هو السؤال عن بط بكين المشوي لو أنا رحت بكين أو سافرت بكين وعايز أروح أجربه أو في المطاعم الصينية اللي موجودة هنا في مصر إزاي أسأل عن ده وإزاي أجاوب عن ده باللغة الصينية أول جملة معانا بيقول تنشو يعني <تضم Statista> إيه الجملة الأولى دي؟ قلنا إن الفعل تنشو بيجي بمعنى يقال أن أو أنا سمعت كده إن خويا إن البط المشوي ش دا ta. خدنا كلمة بيتين اللي هي العاصمة بكين وخدنا كلمة مين تاي مين تاي اللي هو الأطباق المشهورة فبيقول أنا سمعت كده إن البط المشوي ده من أطباق المشهورة في بكين الجمله اللي بعد كده بيقول و نا نيجي نقف عند تركيب مهم جدا وهو هاي ماي شم شم نا وقلنا ان شم شم هي معنى النقط او الجمله اللي في النص هاي ماي لما بيجي لي قبل الفعل بتدل على ان الفعل ده لم يحدث قبل كده او عدم اكتمال الفعل يعني إيه؟ لما أجي أقول وهاي ماي يعني أنا ما كلتهوش قبل كده أو أنا ما جربتهوش قبل كده الجملة اللي بعد كده بيقول لي وأماً ينكاي وأماً ينكاي ؛ [speaker B] ينكاي ؛ خدنا الفعل ينكاي بمعنى يجب يذهب تحوني تحوني. لو ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا احنا اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت هي تكرار الفعل لو انا كررت الفعل مرتين ورا بعض وقلت تحون تحون مثلا وقلنا ان الفعل تشخان بيجي بمعنى يجرب الحاجه ولكن لحاسه التذوق يعني لو انا عايزه اقول انا عايزه اجرب اكل الطبق ده او اجرب الاكله دي فبنستخدم الفعل تشخان بمعنى يجرب يجرب يدوق كذا ولو انا قررت تشخان مرتين وقلت دي بتدل على ان مده الفعل قصيره المده الزمنيه بتاعته قصيره طب لو انا استخدمت المثال اللي قدامي ده وقلت هل هتفرق في حاجه هي هي نفس مدة الفعل ان المدة الزمنية بتاعتي قصيرة ولكن انا بعمل الفعل ده بتركيز شوية او باهتمام شوية ونفس الفعل برضو او نفس الحاجة لما اجي اقول لو انا استخدمت بعد الفعل بتدل برضو على ان المدة الزمنية للفعل قصيرة نيجي للجملة اللي بعد كده بيقول لي ارشبا هاو وعشان، <مشتين> وماشي يعني ايه نيجي نشوف كده احنا كنا بنقول ايام الشهر ازاي ارش ارش با وخدنا ان كلمة ارش او العدد ارش يعني عشرين وأحط بعده با يعني كده تمانية وعشرين با اللي هي تمانية يبقى ارش با تمانية وعشرين هاو اللي هي معناها يوم فانا لو عايزة اقول يوم تمانية وعشرين في الشهر ارش با <coupleosters> اه وعشان وعشان لما خدنا فترات اليوم مع بعض وقلنا ان فتره وانشان دي الفتره المسائيه اللي هي بتكون من الساعه 6 المغرب لحد 12 بالليل دي بنقول عليها فتره الوانشان يبقى انا يوم 28 بالليل وماشي خدنا كلمه ش في الكلمات وقلنا ان هي بتيجي بمعنى امر او شيء لما اجي اقول لحد انا اليوم ده ما عنديش حاجه او يوم 28 في الشهر ما عنديش حاجه فكلمة ما عنديش حاجة دي بقول عليها باللغة الصينية و ماشي و ممكن أسمع كلمة ش بنطق تاني وهي شر ش ممكن أسمع بعض الناس بيضيفوا الأرخوع اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت وقلنا إن هي بتستخدم للهجة فسواء قلت و شئ أو و الاتنين صح يبقى معنى كده إن أنا يوم 28 في الشهر بالليل ما عنديش حاجة نينا وإنت نشوف الجملة اللي بعدها بوسين بوسين وقلنا إن إحنا بنستخدم كلمة سين بمعنى تمام أو كويس أو ماشي بوسين يعني لا مش تمام مش هينفع بوسين سان شي عرض عليه عرض تاني ووقت تاني وقال له سان شي سان خدناها بمعنى تلاتين ولو ضفت بعدها كلمة خاو معناها يوم 30 طب ايه رايك يوم 30 بالليل زميان ايه رايك قالوا كي, كي. وكي. معناها ممكن تمام ممكن وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني في حلقه النهارده وهو الحوار وكيفيه السؤال عن اوبرا بكين ولو انا رحت العاصمه بكين ازاي اتصرف في الموقف اللي زي ده او ازاي اروح اوبرا بكين واسال عنها وازاي كمان اسال عن اشهر الاطباق في الصين وهي البط المشوي في مدينه بكين اجي لملاحظه صغيره جدا وهي خيميا شم شمنا شم شمنا شم شم وقلنا ان التركيب ده بيجي بيدل على عدم اكتمال حدوث الشيء او ان الشيء ده ما حصلش قبل كده او ان الامر ده ما حصلش قبل كده نيجي للمثال الأول لو أنا قلت تا هاي ميو تا هاي خدنا الفعل لا بمعنى يأتي طب أنا لو عايز أقول ده هو لسه ما فبستخدم التركيب بتاعي اللي هو هاي ممكن أستخدم يا أو ممكن ما استخدمهاش أقول هاي لاينا هاي فسواء استخدمت يا أو حذفتها الاتنين صح فمعنى كده ان انا بقول تاع خايمه ان هو لسه ما جاش اجي عند المثال الثاني بيقول لي جيزيان شي معناها هذا الامر انا ما اعرفهوش او انا لسه ما عرفتهوش خدنا ان كلمه شي ان احنا ممكن نقول عليها شي او شر خدنا ان هي معنى امر او شيء فلما اجي اقول شي وكلمه جيان هنا كلمة كمية فلما اجي اقول معناها هذا الامر وحيبو انا لسه ما او لسه ما عرفوش وخدنا الفعل بمعنى يعرف نيجي للمثال التالت بيقول لي وحيما تشيقوا ده المثال اللي كان معانا في الحوار وبيقول خاميتشيكو انا لسه ما كلتش بط بكين المشوي كاو يا 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 نا يعني ايه انا لسه ما كلتش بط بكين المشوي يبقى انا لما اجي استخدم او اعبر عن عدم حدوث فعل حاجه ما حصلتش قبل كده او اقول انا ما اتفرجتش على اوبرا بيكين قبل كده، انا ما اكلتش بط بيكين المشفي قبل كده، ده هو لسه ما جاش، ده الفعل كذا ما حصلش فبستخدم التركيب بتاعي اللي هو خايمايانا نا نيجي للجزء الرابع والاخير معانا في حلقه النهارده وهو جزء التدريبات، لو نفتكر مع بعض تدريب بسيط جدا كنا بنقول عليه تدريب الابدال والهدف من تدريب الابدال معانا ان انا استخدم الجمله بشكل اوسع يعني ايه ممكن اشيل الفعل الاساسي اللي معايا في النص واحط اي فعل انا عارفه بحيث ان انا اعمل تمرين لغوي بشكل مستمر مثلا انا عندي الجمله اللي معايا وهي ني جوا ني يعني انت شفت او شاهدت اوبرا بكين قبل كده ممكن أشيل الفعل كان واستخدم أي فعل أنا أعرفه وليكن الفعل تشو اللي هو معناه يذهب وأشيل المكان بتاعي اللي هو دين جو وأحط أي مكان أنا أعرفه باللغة الصينية أو أي مكان أنا عايز أستخدمه وليكن تشانغ تشانغ وكلمة تشانغ المكان ده اللي هو سور الصين العظيم فأنا عايز أسأل حد مثلا وأقول له هو أنت رحت سور الصين العظيم قبل كده فهعمل عملية الإبدال بتاعتي

نوع ده من الاكل قبل كده او اقول ني تشو كاو هو انت اكلت بط بكين المشوي قبل كده ففي الحاله دي انا بعمل عمليه الابدال ان انا بستخدم الجمله باكتر من طريقه واكتر من فعل واكتر من مكان وبكده انا بعمل عمليه تمرين مستمر على اللغه بشكل اوسع واستخدم كل الكلمات والافعال والصفات اللي انا عارفها بشكل مستمر كده نكون انتهينا من حلقه النهارده واشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج تعلم اللغه الصينيه نعم ومن دعوه الصدي شو زي, زي.